مشاهدي الكرام بأولى فقراتنا من جد. مشاهدي الكرام، كل عروس من أبسط حقوقها أن تكون مميزة في ليلة زفافة اللي هي بالنسبة لها ليلة العمر، لذا تجدها حريصة على اختيار كل التفاصيل وعمل البروفات اللي كل عروس بتعملها قبل ليلة الزفاف. احنا في هذه الحلقة او هذه الفقرة تحديدا مشاهدي الكرام حنختصر الكثير من الوقت والمسافات والمعلومات، ونخبر كل عروس بما تحتاجه من الصوارين، ونخبرها ايضا بالاخطاء التي لابد ان تتجنبها قبل ليلة زفافة. الحديث أكثر مشاهدي الكرام عن هذا الموضوع، سعدني أن أرحب بضيفتنا الكريمة، إحنا معنا خبيرة التجميل شهرزاد فيصل. سعدني مساكي. أهلا بيكي خلود، كيف حالك؟ أجمل من تكلم على العروس. كيف حالك؟ تمام؟ أهلا. طيب إحنا دائما بنعرف أنه العروس قبل ليلة الزفاف بتلاقيها داخلة بتوتر فظيع. توتر؟ لا مش بس توتر ولخبطة، يعني بنلاقيها ما هي عارفة تبدأ منين وتنتهي منين وإلى آخر، ما هي عارفة إيش تحتاج. صحيح. فإحنا اليوم قلنا حنجيب شهرزاد وتقول لنا إيش تحتاج العروس. صحيح. طبعا في أي مجال بيتعاملوا مع العرايس، سواء كانوا خبيرات تجميل أو مصممين أزياء لفساتين عرايس أو كمان منسقين أفراح، طبعا بيعاملوا كل عملائهم معاملة كويسة. تمام. بس معاملة العروسة لازم تكون توب، معاملتها مميزة لأسباب كثيرة، بس أكثر السبب أقدر أقول لك هي لأنها هي في حالة توتر مستمر. مهما كانت الأمور مستتبة عندها والتحضيرات كمان تكون متكاملة، بس إلا وإلا حيكون في توتر. أنت عارفة توترها بيوصل لأي مرحلة شهرزاد؟ أنا شفت عرايس كثير فجأة بيبكوا لوحدهم، فجأة بيضحكوا لوحدهم فجأة. بس إحنا دائما نلتمس العروسة، البرايدزيلا دائما موجودين، بس لازم نلتمس لهم الأعذر ولازم نقول لهم العروسة حق لها تسوي أي شيء، سوي اللي تبغي بس خليك مرتاحة. في أشياء كثيرة بتصير في فترة الفرح، بس الشيء المهم هو أنه لا نخلي التوتر أو سوء التنظيم يأثر على جمالك، لأن التوتر الستريس هذه كلها أشياء تبين على نضارة بشرتك. إما بتباني مرة متوترة أو بشرتك ما بتكون بالصحة المفروض تكون فيها يوم فرحك، أو طبعا تحسي أنه جسمك ضعيف، كل هذه الأشياء تأثر على إطلالتك النهائية. ففي أشياء كثيرة العروس عليها أن تفعلها وترتب نفسها، بس أول شيء لازم أقول أنه العروسة لما تحس أنه خلاص استقرت على تاريخ الفرح، على طول بعدها يكون في ترتيب وجدول. هذا يعني أقدر أقول أنه هو it's the key. طيب أوكي، كونك قلتي it's the key، خلينا نبدأ بهذا المفتاح. أول شيء تبدأ فيه، ومن متى تبدأ تحضر؟ تبدأ تحضر من أول ما عرفت تاريخ فرحها، لأنه فترة التحضير بيكون من 6 شهور لشهرين. مينيمم شهرين. مينيمم شهرين، لأنه يعني إن شاء الله ما يكون في أحد قرر إنه يتزوج وفرحه يكون في أقل من شهرين، بس في مرات بيصير زي كده. فنقول شهرين، وفي مرات عرايس بيجوني فرحهم في شهرين، أنا مضطرة أكون لهم جدول يناسب كل متطلباتهم وكل الخدمات اللي تروح من علاج بشرة لعلاج شعر لمكياج لتسريحة وإلى الأخير، بس بفي شيء يناسب شهرين. بس طبعا النتيجة اللي أقدر أعطيها هي ما هي مثل العروسة لما تيجيني وتعطيني فترة 6 شهور. تكون بإريحية أكثر. طبعا بإريحية أكثر، والنتيجة تكون أوضح وأقوى. هي 3 مراحل. أول مرحلة اللي هي الاستقرار في اللوك، زوجها وإيش هي بالضبط تبقى تستقر على أساس التسريحة والمكياج ولوكها اليوم فرح. خلاص تستقر، تعرف هي إيش تبغى بالضبط، لأن في خيارات كثيرة. وكثير من العرايس من الأخطاء اللي بيسووها إنهم يختاروا الفستان قبل ما يختاروا القاعة، وبعدين آخر شهر يختاروا الإكسسوار ولا يختاروا التاج. هي اللخبطة دي. ما أقدر أقول لك يا خلودة عدد العرايس اللي بيجوا وقبل فرحهم بيشتروا أكثر من فستان واحد للعرس. بيبدأوا بفستان، يصير فستانين، يصير 3 فساتين، لأنه ما بيقرروا قرار بيكون بترتيب. يشتروا الفستان، بعدها يشتروا القاعة، يلاقي القاعة يمكن ما يناسب الفستان، يمكن يبغوا فرح خارجي. القاعة لها علاقة بالفستان؟ طبعا
طبعا القاعة، الترتيبات، مين اللي حيدخل من أهل العريس. في مرات عرايس اشتروا فساتين وطلع أنه فرحهم بعد فترة في بحر أو مثلا في حديقة اللي هو outdoor weddings. في هذه الحالة ما تقدري، معظم الأحيان ما تقدري تاخذ الديل الطويل، وتبغي شيء ما فيه كريستال كثير قد ما هو الفخامة تكون في القماش نفسه مو في التطريز ومو في ضخامة الفستان. في هذه الحالة تروح تغير فستانها وترجع، ما تكون هي عاملة حساب البروفة للتسريحة والمكياج، تكون عاملة هو في قاعة، فممكن شعره يكون مفروض، ممكن تستقر على موديل معين، ما يكونوا عاملين حسابهم للرطوبة، ما يكونوا عاملين حسابهم انه حيكون برا. ظلم بالاوتدور خصوصا اذا كان اون ذا بيتش، المعازيم كلهم بيقلبوا شعرهم. ودحين طلعت موضة الاوتدور ويدنجز كثير افراح، حتى في قاعات حتى لو كانت معظم الفرح داخل القاعة إلا تقطيع الكيك، العشاء يكون برا في الجاردن حقة القاعة. لازم تكوني عاملة حسابك وتقول لخبيرة التجميل مكياجي حيكون outdoor. أوكي. في الشعر وفي التسريحة يعمل فرق كبير. بس هذا لو هي ما هي مقررة سكرة، مقررة أنه في قاعة وكل شيء تمام خلاص تستقر. عشان كده القرار يكون من 1-2-3 تمام. بالتدريج، أول شيء القاعة، حتى لو ما تعرفي ايش هو القاع بالضبط بس انت عارفه تقريبا ايش الجو المحيط اللي انت حتسوي فيها فرح. اذا نمبر 1 القاعة، اوت دور، المكان. خلينا نقول نعم المكان يفرق لو في قاعه غير عن لما يكون في بيت او في استراحه او في أو هول خاص، لان الهولز الخاص ما فيها الاضاءه الكثيفه اللي فيه في القاعات. تمام، انا ابغى استفيد منك بقدر المستطاع شهرزاد. خلينا نقول بشكل سريع القاعه وتستقر على او المكان وتستقر على شكل الشعر والمكياج. نعم. وعلى اساسها تاخذ الفستان. وطبعا لما تروح عشان تسوي بروفه المكياج والتسريحه، اذا الفستان قبل الشكل والمكياج صح؟ نعم، القاعة وبعدين الفستان وبعدين البروفا. البروفا للمكياج والتسريحة. وكثير عرايس يحبوا يعني ما يروحوا للبروفا المكياج والتسريحة إذا كانوا عارفين خبيرة المكياج أو كانوا عارفين خبيرة الشعر، على أساس أنه أنا ما أخذها على إيدها وهي، بس في نفس الوقت شغله يمكن حلو بس مو هو اللي حيناسبك في ذاك اليوم بالضبط تحت الظروف اللي أنت حتكوني فيها. ما أقدر أنا أسلط الضوء أكثر، يعني قد ما أنا أسلط عليها الضوء جدا 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 مهم انك تسوي بروفا يوم قبل يوم فرحك على الاقل بشهر. لانه اذا ما عجبك شيء في البروفا يمديكي تغيري الاضاءه في القاعه او يمديكي تغيري شيء في الفستان، كله يروح في نفس اللوك مع بعض، يكون متناسق ومتجانس، مو انه انا لازم اطلع حل امشي حالي فيها. انت بتطلعي حل مقتنعه بيها ويروح مع لوك متكامل انت كنت مقرراها من البدايه. استمري بعد ما اخترنا كل المكياج وعملنا البروفا والى اخره. في البروفا لازم تكوني عامله حساب الاكسسوار تجي بيها معاكي، اذا كان في تاج تجي بالطرحه معاكي. كمان وقت البروفا ما تسوي لوك واحد، تسوي لوكين وثلاثه واربعه، تستقري بواحد وتسوي سكند اوبشن رقم 2. انا عندي نصيحه بسيطه اسمحي لي يعني اعقب على هذا الموضوع، انه هي دائما بعض العرايس بيصروا على رايهم، ما بيعطوا فرصه لخبيره التجميل تقول لهم انا انصحك بكذا. هو صحيح بس يمكن هذا مع كثر التوتر. انا اقصد انه تعطي فرصه للخبيره ممكن يكون لها راي احسن. الشخص المتوتر ما يبي يسمع الشخص الثاني. فهذا يصير واجبنا احنا دحين، ادوارنا كخبراء التجميل او كمان الناس الثانيين اللي بيتعاملوا مع العروس سواء مع تنسيق الافراح ومع تصميم الازياء للفستان، لازم هم يتعاملوا بطرق ممكن يقنعوا بها العميله بغض النظر في الحاله النفسيه او التوتر اللي هي فيها. يحسسوها انه انت بتسمعي لها بس نفس الوقت انك بتعطيها فرصه انها تسمع لك. هذه فيها شوية تكنيكات يعني، بس من نهاية اليوم لازم هي ترتاح وما تحس نفسها مغصوبة أنها تسمع لك، لأنه already هي في حالة توتر. طيب خلينا نتكلم شهرزاد عن بعض الأخطاء اللي لابد أن يتجنبها الكثير من العرايس عشان ما تكون عقبة أو غصة ليلة فرحها. قبلها بس قبل ما أقول هذه لازم أوضح المراحل. في المرحلة الأولى اللي هو الفيرست فيز البريبريشن اللي يبدأوا فيها مع العناية بالبشرة والشعر والأظافر. هذه معظم الأحيان
ناس يتلخبطوا فيها ويقولوا ممكن نبدأ بتنظيف البشرة. لا، هذه الفترة لازم تبدأي فيها مع أي خدمة أنت تبي تخذيها من أطباء البشرة أو من العيادات. مثلا عندك الفراكشنال ليزر للبثور أو للمسامات الكبيرة، عندك الليزر لإزالة الشعر، عندك الإبر، عندك البوتوكس، عندك الفيلرز، عندك الأشياء هذه كلها. إذن خلينا نرتبها مظبوط، إذن قبل القاعة وقبل أي شيء في الدنيا خليها تعمل. هذه ما تتعارض كثير مع القاعة، بس تتعارض مع لا شيء بس من قبل، لأنه ممكن مثلا هي تكون بأريحيتها أكثر، لأنه ممكن في 3 شهور كذا، بس هي بمجرد أنه هي تنخطب وعارفة أنه هي داخلة مرحلة زواج تبدأ تهتم تروح دكاترة أو أطباء بشرة وجلدية وشعر وإلى آخره. بس الأهم وتهتم بتغذيتها أرجوكي. لا هذه حنيجيها. وأهم من هذا أنه لما تبدأ بالخدمات هذه، إذا عندها رغبة إنها تسوي أي حاجة في العيادة تبدأ بها قبل ما تروح للسبا لتنظيف بشرة أو لحاجة زي كده، تخلصي كل خدماتك مع دكاترة أخصائيات البشرة ومع العيادات، وبعدين بعدها تنتقلي للسبا عشان تعملي تنظيف بشرة، عشان تعملي جلسات العناية بالبشرة، ومو العكس. لأن لما نسوي العكس مرات يمكن الفائدة اللي تيجي من تنظيف البشرة أو الخدمات اللي تيجي من السبا تزيليها أو ممكن تتلاشى، أو ممكن مرات تسوي لك حساسية. في كثير من العرايس بيسوي ليزر في بشرتهم بأي نوع من أنواع الليزر، بعدين بيجوا يسوي تنظيف بشرة وما يبلغونا، وبشرتهم اوريدي تكون حساسة، لأن الليزر يعني أشعة إلا بتحرق مسامات صغيرة في البشرة، وبعدين نسوي له تنظيف بشرة فيها فرك، فيها سكربز، فيها بخار، بتزيد من حساسية البشرة، ممكن يؤدي إلى علامات، وهذه العلامات أنت لسه حتحاولي تحليها قبل يوم فرحك. ففي هذه الحالة إحنا نبغى نطلعها بأحلى إطلالة، بس بسبب سوء التنسيق إلا يطلع لها مشاكل جانبية تحتاج تروح تحل مشكلة جديدة. عندك هذا، وعندك كمان الأشياء الثانية زي لما نقول حابة تروح تسوي حاجة في شعرها زي زراعة الشعر والأشياء هذه، بس نفس الوقت حابة تيجي تسوي علاج شعر في الصالون، ما حتقدر تعرف الفرق والفائدة من الخدمة الأولى والخدمة الثانية، لأنه أنت مو عارفة لسه محلها إذا في سايد افكت جاي من أي ناحية، إذا في تحسن جاي من أي ناحية. ما عدا إذا حاجة تكون متعلقة فقط بالجذور، ممكن إحنا نسوي لها علاج في الشعر من الأسفل ونسيب الجذور، عشان كده إحنا نقدر نفرق. بس غير كده إحنا نحب نخلي لما عادة عروسة تيجيني، والآن إحنا في مركزنا مركز متكامل بنعطي الخدمات من تصميم الفستان للمكياج وإلى الأخير، فعادة أسوي لها جدول، أقول لها قولي لي كل الخدمات اللي أنت بتاخديها خارج الصالون والسبا قبل ما أنا أبدأ لك بأي خدمة. طيب عشان إحنا محتاجين إحنا يعني لا يضيع علينا الوقت، حابين كمان نعرف جزئية الأخطاء، لأنه هذه مهمة جدا 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 يا الأخطاء. أول شيء عشان العروسة تكون أنا هقول لك الأخطاء غير الأخطاء اللي تكون في التنسيق، الأخطاء اللي تكون في العادات اليومية. كم مرة تشوفي عروسة قبل يوم زفافها بأسبوعين تكون مرة شكلها تعبانة، بشرتها باهتة، شعرها ضعيف وخفيف بسبب التوتر والأشغال الكثيرة؟ جافة سبب إيه كمان؟ رجيم، بينزل عليهم الرجيم قبل. المفروض الرجيم اللي ياخدوها العرايس فيها كثير من الفيتامينات، مو رجيم يضعف من صحة بشرتهم أو من إطلالتهم ونضارتهم، لا مفروض تزود. خاصة كل أخصائيات الحمية بيقولوا كل ما العروسة بتقرب من موعد فرحها إحنا بنزود من الكمية، بس بنزود من كمية الخضار والفواكه وكل هذه الأشياء اللي تكون غنية بالمعادن والفيتامينات والأخير. الأخطاء تكون سوء التغذية، السهر. شهرين قبل فرحك سيبيك من الأسبوع اللي قبل الفرح، مش مشكلة اسهري فيها، بس شهرين قبلها لازم تنامي بين 12-4، هذه الساعات الأربعة لازم تكوني فيها نايمة، لأن هذه هي الأوقات اللي بشرتك بتجدد فيها الخلايا، هي الساعة البيولوجية الصحية للإنسان الطبيعي، والشعرك كمان طبعا والأظافرك وأكثر من أي شيء تاني لتوازن الطاقات الإيجابية فيك. وهذا الشيء طبعا في النهاية كل ما كنت مبسوطة، كل ما كنت بصحة، كل ما كنت أجمل. التوتر يخف لما أنت بتنامي في الساعات المناسبة. إذن ترتب وتنظم نومها شيء جدا مهم. شرب الماء باستمرار، قد ما أسوي لك تنظيف بشرة ما حتشوفي الفائدة زي لما أنت
تاخذي تنظيف بشره وبتاخذي في نفس الوقت شرب الماء بالكميات الكافيه. هذا الشيء يعني سبحان الله احنا بنحاول نصلح من الوضع من الخارج، اما التغذيه من الداخل هذا على العروسه في غذائها في شربها للماء لتوازنها في الطاقات الايجابيه عندها. حتى كثير من العرايس انا انصحهم لما يجوني انهم ياخذوا كلاسات يوغا اخر شهرين قبل الفرح. اتفق معك، انت جبتي التايهه. لازم ياخذوا يوغا او اي نوع من المديتيشن، مو شرط يوغا. في ناس سبحان الله في واحده من العرايس قالت لي انا ارتاح مره لما اتعبد بتركيز وبعمق طبعا وات ايفر ميكس يو كومفورتبل، بس اهم شيء انه تحسي نفسك مرتاحه، كل الطاقات السلبيه والتوتر والستريس والمسؤوليات بتقل. هو المديتيشن واليوغا والاشياء هذه بتطلع نيجاتيف انرجي بشكل مره رهيب. لا يمل لا يمال يا شهرزاد، وكلامك جدا مهم. اتمنى لكل العرايس انهم كل العرايس انهم يعني ياخذوا بهذه النصائح، لانه بالفعل يعني ثريه ومهمه، خصوصا انه بيكون فتره توتر زي ما قلت. شكرا لك يا شهرزاد، يعطيك الف عافيه. اذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقره ما زالت فقرات سيدتي مستمره، لكن بعد هذا الفاصل القصير، واكيد ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، ما هي أسرار تجميل الجفون والانتفاخات تحت العين؟